السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجوازات السعودية خدمة تواصل لتسهيل تنفيذ المعاملات إلكترونيا. قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه من ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية للتسهيل على المواطن والمقيم في تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا بسهولة ويسر وفي أقل وقت ممكن دون مراجعة الإدارات الحكومية، أطلقت الجوازات السعودية خدمة تواصل لتمكن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات في أو من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية. وأوضح حنفي أن هذه المشكلات التقنية التي تعذر تنفيذها على منصة أبشر الإلكترونية تشمل الجوازات السعودية وتصاريح السفر وإجراءات هوية مقيم داخل المملكة وخدمات التابعين والمكفولين وإجراءات هوية مقيم خارج المملكة وتأشيرات الخروج والعودة والنهائي وتأشيرات الزيارة وتصاريح السفر الاستثنائية ونقل الخدمات وتعديل المهن وتحديث وتمديد صلاحية الجواز والبلاغات. واختتم نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه عند استخدام خدمة التواصل يجب شرح الخدمة المطلوبة موضحا بها رقم هوية مقيم أو رقم الحدود على أن يتم رفع المرفقات إن وجدت حسب الخطوات الموضحة، مع العلم أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة والاستفادة منها حال كان المقيم لا يتبع لصاحب الحساب المرسل منه، ولن يتم النظر في أي طلب في حال كان الطلب لا يندرج تحت الخدمات المختارة، مع مراعاة أن هذه الخدمة لا تشمل الاستفسارات ومدة تنفيذ الطلب تصل إلى 7 أيام. حاجة كويسة جدا يا جماعة، الميكانة ديت من أجمل الحاجات اللي في الدنيا، أنت بقى قاعد كده بتليفونك ولا باللابتوب بتاعك وتعمل شغلك وتعمل مصلحتك، ما شاء الله توفير للوقت وتوفير للفلوس وكل حاجة. شكرا لكم وشكرا لأهل السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.